السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة يوميات سيدتي. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نوجد معكم واحد الطبق اللي سريع جدا وكيجاوب على السؤال اللي كل مرة كتسول راسها كل صباح، شنو غنطيب اليوم. هذا السؤال اللي كيحيرنا كاملين وحقيقة كيديرونجي كل وحدة، وأنا وحدة منهم. اليوم بعد تفكير طويل، شنو غادي نطيب شنو غادي نطيب شنو غادي نطيب، في اخر دقيقه بعد ما مشى الحال اش غادي نطيب، بانت لي غادي نطيب بطاطا مشرمله. هذا الطبق اللي بسيط، مكوناته جد جد بسيطه، وكيوجد في 5 دقائق الاخيره. غادي نحتاجو بطاطا حسب الكميه، يعني كل واحد وقياسه، كل واحد كيختار حسب الاشخاص اللي عندنا في الدار. عندي واحد الكميه هافينات، انا هنايا اختاريت واحد 3 ديال البطاطات متوسطين، واحد جوج ديال المطيشات وحكوكين، وعندي هنايا القوام كما كتشوفوا واحد 3 ديال الدروس ديال الثومه، نص معلقه ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره ولا بابريكا، نص معلقه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار، ما كاملش نص معلقه عندي هافينات، والملح بطبيعه الحال حسب الذوق. عندي هنا معلقه صغيره عامره مزيان ديال مطيشه ديال الحك، شويه ديال القزبر، وشويه ديال المعدنوس، وبطبيعه الحال واحد نص كاس صغير ديال الزيت. زيت هنا انا عندي مخلطه شويه زيت المائده وشويه زيت بلديه. الو، غادي نحط كاع المكونات عندي في الكوكوت. الا كان عندك الوقت بامكانك ديريهم غير في طنجره، يعني ما تكونش طنجره ديال الضغط. غادي نزيد عليها كاع المكونات بهذه الطريقه، وغادي نمعس داك التوم ديالي، اما معسو اما حكوه كما بغيتو. غنزيد عليها داك نص كاس ديال الزيت، جوج مطيشات حكوكين، وغنزيد عليها تقريبا واحد كاس ديال العنبه ديال الماء اللي فيه غادي يطيب، وغنسد الكوكوت واحد 10 ديال الدقائق غتكون البطاطا ديالنا طابت. هنا كنبغي نقول لكم ان الاحسن نخليوها تطيب حتى لاخر دقيقه، يعني حتى لاخر ساعه، باش البطاطا ما كتقصحناش. يعني حتى كنقربوا الغداء واحد 12 نسد عليها واحد داك القسمايل وها هي واجده، يعني ما كتعاوديش تسخنيها المره الجايه. صافي 10 دقائق الأخيرة، دا كيما كنقولو في الدقيقة 90. بالنسبة لبطاطا مشرملة هنا، أنا غادي نرافقها بتكتوكة. خديت هنا واحد 3 ديال المطيشات متوسطين وقطعتهم هكا طريفات صغار، وعندي واحد 3 ديال الفلفلات اللي شويتهم وتا هما قطعتهم بطريفات صغار. ألو، غادي ناخد هاد المطيشات ديالي ونديرها في واحد الكاسرونة مع شويه ديال الملح والكمون وابزار وشويه ديال الزيت، ونخليها تنزل واحد شويه، عاد نزيد من فوق منها الفلفله ديالي ونخليهم يتشحروا. يمكنكم تزيدوا معها حتى الثومه، انا غنزيد غير المعدنوس. وهاد التكتوكه واجده، وهغدتنا واجده. هنا بطاطا انا زينتها بالحامض مصير وزويتنات كحل، والتكتوكه ديالنا راها واجده، ورافقتهم بسمك مقلي كما بامكانكم ديروه في الفرن. وهكذا غيكون غدانا واجد في 10 دقائق، وغداء متكامل وسريع وفي نفس الوقت بسيط، وغادي يبغيوه الصغار والكبار. كما كنعرفوا الدراري كيبغيو بطاطا بزاف، وغنضمنوا انهم غيتغداو وما غيبقاوش يقول لك انا ما كتعجبنيش هذه وما كتعجبنيش الاخرى.
نتمنى تكون الوصفة ديال اليوم نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها، يعني سهلة جدا ولذيذة وغير مكلفة. إلى هنا ما بقى لي إلا نقولكم بصحتكم وراحتكم، ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير، وشكرا بزاف على تعاليقكم اللي كتحفزني، وما تنساوش تبارطاجيو مع أصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت كنبغي نرحب بالمشاركين الجدد عندي في القناة، واللي مازال ما انضمتش للقناة ضغط على سبسكرايب او صابوني وتفعل الجرس باش هكا يوصلها كل جديد. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر.